ادخل. أنا آسف مولاي بس إذا مشغول. تعال يا إبراهيم. مولاي كأنه الصبح كنتوا مزعوجين. إن شاء الله هلأ أحسن. هل تصدق أن قائد أقوى دولة في القارات الثلاثة لا يستطيع أن يسيطر على امرأة متمردة لأنها تحبه؟ ولقمع هذا التمرد لازم تقدم لحبيبك تنازلات كتيرة. مولاي التنازل اللي بتقدمه كرمال الحب مو ضعف. ميزة حضرتكم انه بتجمعوا ما بين الحب والقوة. هيام ما بقدر اخسرها يا ابراهيم. اول مرة حدا بيحبني لهالدرجة حاولت تتخلى عن روحها. طول الوقت وانا عم فكر اذا انا بحبها ولا لا. لا، كلمة حب ما بتكفي اني اوصف شعوري. نرجع لموضوعنا. انت ليش جاي لعندي؟ لانه ابن زعيم البندقية بعت لنا خبر لهون. بكره حابب يقابل حضرتكم، كثير مبسوط من تعويض خسائره وقال هو حابب يجي ويشكركم بنفسه. طيب منشوفه بكرة. مولاي السلطان هالبروش كتير حلو. وسيلة لقمع التمرد. اسمعيني كوثر، هلأ بتروحي وبتتأكدي من الموضوع. حاضر سلطانة. تفضلوا من هون. سنبل آغا؟ مولاتي السلطانة. لوين أخذين الجواري؟ مولاي السلطان أمرنا نرجعهم للمكان اللي إجوا منه. شو هاد الكلام اللي عم تقوله يا سنبل؟ معقول ترجعوهم؟ والله العظيم هذا اللي صار يا سلطانة. أنا أخذت أوامر إنه رحلهم من القصر اليوم. هلأ بالإذن يا سلطانة لازم روح. يلا معقول هذا اللي عم بصير يا ربي؟ مو قادرة أن أصدق أنه هالتصرف طلع من مولاي السلطان. المفروض يعاقبها مو يكافئها. يعني العصافير طاروا وراحوا؟ ايه طاروا وراحوا، صاروا احرار هلا. خليهم يجوا. روحي انا ما فيني خليهم يجوا هلا، بس بالحديقه في طيور حلوه حلوه كتير. ها لو ما كان رجعهم وقتها شو كنتي رح تساوي؟ نورهان انا لجأت للعشق وامنت فيه. حضره السلطان سليمان المعظم. مريم. بابا. أوه. يا عيوني انت. شو هالوجع يا ربي؟ بجيب لك زيت الزعتر. ما في داعي. تعرفي كوثر؟
ويوم خلص انتصرت علينا. انتي اسمحي لي وانا بموتها وبخلص منها. انتي جنيتي شي؟ روحي رجعيها. سلطانة رح موتها وريحك من سما، بس اسمحي لي. كوثر اسمعيني منيح، انا اول وحدة رح يشكوا فيها. ما هو في قاتل بالحرم لك؟ وقتها رح يتهموا المجرم اللي قتل عايشة. لا، إذا بتعملي هذا الشيء رح موتك بإيدي. شيلي هذا الموضوع من راسك. بتحبيني لدرجة إنك تضحي بروحك مشاني؟ أنت روح قلبي يا سليمان. الجرح يلي بإيدي طاب، وجرح قلبي كمان طاب. لو بتعرف قديش فرحتني. قلتي لي عجبك الطوق اللي عملته لخديجة، مشان هيك عملت لك مثله. زهرة التوليب هي رمز سلالتنا. هذا إلك يا سلطانة، سلطانتي العصبية والمتمردة. سينيور إلوايس كريتي، هذا هو قصر السلطان سليمان. أبواب القصر انفتحت لي، والسلطان العثماني هو فرصتي، لأنه هو اللي رح يساعدني غير مستقبلي. بتمنى اللقاء يكون مفيد وناجح. بعد شوي رح تقابل السلطان سليمان سينيور كريتي. يمكن الهراس اللي على الباب يكونوا عنيفين شوي، بس لا تقلق ولا تخاف. بتمنى تكون حضرت منيح لهي الزيارة، وبتمنى كمان تكون قدمتني بصورة منيحة لإلهم. النجاح إلي والفشل لإلك، مفهوم؟ سينيور توماسو، سينيور كريتي. عجبك هذا يا أحمد شلبي؟ جايب لنا بدعة جديدة على القصر، استغفر الله العظيم. رح أتصرف. ليو أفندي، هاي الرسمات عنا ممنوعة. أنت جاي لعنا منشان تتعلم فن النقش وبس. مو حابب شوف هالصورة قطية، حرام. أحمد شلبي، أنا بعرف إنك سيد المعلمين، بس ليو ما ارتكب أي ذنب لتعامله هيك. عم يرسم هاي الصور بأمر من مولاي السلطان، ومضطر يخلصها بأسرع وقت. رفع الغطا لنشوف شو اللي راسمه. الصورة الثانية
هاي صورة السلطانة هيام محرمة، ما بقدر. برافو، تصرفك منيح كتير. مولاي، حضر السيد توماسو سفير البندقية وألواي سكريتي تاجر البندقية المشهور. حضرة السلطان المعظم سليمان، أنا بشرفني أقدم لكم التاجر الكبير إلوايز كريتي، احترامي. بنمينيتو سينيور كريتي. السلطان المعظم سليمان، حضرة الوزير الأول إبراهيم باشا، شكراً لأنكم استقبلتوني. باينتو بيعرف لغتنا بشكل كتير منيح، برافو. أنا ولدت بهاي المدينة العظيمة وهون قضيت طفولتي، والدي بنى علاقات صداقة لسنين طويلة مع جدكم السلطان بيزيد، بس هاد الحكي قبل ما يصير أبي زعيم البندقية. مولاي السلطان، مشيت على خطى والدي واستثمرت بأراضيكم. هون في إلنا مخازن وفي إلنا سفن كمان. سينيور كريتي، جمهورية البندقية كانت دائماً مهمة كتير بالنسبة للدولة العالية، وبظن كل الأطراف استفادت من مرحلة الصلح خاصة بعد الحرب. إذا بيسمح لي مولاي السلطان، أنا حابب أقدم هديتي. حسب ما سمعت حضرتكم مهتمين بصنع المجوهرات، حبيت أقدم لكم حجر كريم ونادر، وهلأ الحجر رح يصير له قيمة أكبر لأنه حضرتكم رح تمنحوه الحياة، ورح كون ممنون إذا بتقبلوا مني هاي الهدية. مقبولين منك، حلوين كتير، شكراً لك. طول بالك، مو هلا، استنى لحتى اخلص كتابه. محمد، شو هاد اللي سويته؟ محمد لازم تمسحه. يا امراء، ما بيصير هيك. انا رح صير السلطان، ما رح امسحهم. لا، انا السلطان، لازم تمسحهم فورا. قلت لك انا السلطان. اذا ما بتسكت بقتلك. مصطفى، محمد، عيب، لا تعملوا هيك. شفتي شلون كبلي المحبرة؟ لأنه ما أعطاني إياها كبيتها. محمد، لا تزعجوا لأخوك، احترموا. كلوا واشبعوا منيح. حطينا ليرات ذهب بالرز لشوف لمين بدهم يطلعوا. عن جد وينهم؟ لسه في كمان حلويات، الله يديم هالنعمة على الكل. شكرا كتير يا سلطانة، يسلموا ايديكي. شكرا كتير سلطانة هيام. يي ليكي، شوفي طلعت لي ليرة ذهب بالرز. وأنا كمان. نورهان، جيبي محمد لهون. محمد عند الأستاذ بالدرس مع مصطفى، قال حب يشوف أخوه، بعد شوي بيجيبوه. شكري أفندي، الحلويات لسه ما جهزوا؟ لسه هلا حطينا لهم قطر، صبري شوي. ما فيكم تعيشوا بلا حلويات. سلطانة هويام رح تزعل هيك، والله بتقلعك مثل هدينك الجواري. اوف 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 صاير عم شوفك بالمطبخ كتير يا فريال، الله يجيرنا من جياتك. كتير طيبين يا شكري، برافو عليك.
صحة وعافية سنبل آغا. السلطانة هيام هي طلبت مني طعميك بإيدي. ولشو بقى؟ قالت لي خليه حلي تمه ويحكي كلام حلو كتير. تاكل كمان؟ تاكل؟ نورهان تعي خدي محمد. انت ليش جايبه ابني محمد؟ رحت جبته لمصطفى من الدرس، قلت بجيبه لمحمد بطريقي. ماما هي المره عيطت علي. هي اخر مره تتجرئي وبتقربي من ابني محمد يا كوثر، وبدك تقولي له امير وتحترميه كمان، والا حتندمي. بس انا شغلي هون انه اهتم بابن السلطان الامير مصطفى. ليش مين انت حتى تفرقي بين الامراء؟ مو من حقك انك تعلي صوتك عليه. هيام خانم. مو خانم، انا سلطانه. نقلعي من وشي. وشك يلي مثل وش الفارة أنا ما بقى بدي أشوفه. روحي قبل ما أدعس على دنبك. اركدي. ما عم تسمعي يا فارة؟ طلعي لفوق. مولاي السلطان، اسمحوا لي اتشكر فخامتكم على كل التعويضات اللي قدمتوا لنا اياها. كيفو ابوك؟ التقينا قبل كم يوم وهو بيحكي عن امجادكم باحترام شديد، وهو يا مولاي السلطان بيتمنى انه تستمر صداقتكم. بفضل السياسه الاوروبيه في كتير شغلات عم تتغير. انتو برايكم مين رح ينتصر بالاخر؟ انتهت الحرب يلي كانت شعلة بين شاركان وفرانسوا الأول بهزيمة الملك الفرنسي، وفرانسوا هو أسير هلأ عند شاركان، هلأ ما حدا بيقدر ينقذه. للأسف الفاتيكان ما محمي رعيته. الفاتيكان ما بيحمي المهزوم يا مولاي السلطان. الفاتيكان كيف بده يجابه مارتن لوثر؟ ما رح تقدر تجابه، وبرأيي موقفهم من شاركان بيدل على هذا الشيء. لوثر حقيقة وهو بيستمد قوته من الأمراء والشعب، وبده يعمل إصلاح. هالشيء بالدين مانو مسموح. الإيمان مو موضوع إصلاح، يا أما بتأمن أو ما بتأمن فأنت كافر. مولاي أنا عم فكر مثل حضرتكم، وناقشت الموضوع مع والدي، قلت له الشيء اللي عم تقوله تمام. قال لي الفاتيكان مجبورة تقبل. أنا بشكر ربي إني تعرفت على شخص من جمهورية البندقية أزكى منك يا سعادة السفير. إبراهيم باشا، عطي ضيفنا هدية من لباسنا. لباسكم بيشرفني مولاي السلطان، ولو سمحتوا حابب استضيف فخامتكم شي يوم ببيتي المتواضع. إن شاء الله منزوركم. مولاي السلطان، العالم المسيحي عم ينطر منكم تقوموا بحملات نوعية، ومتمني إنكم توجوا نصركم ببلغراد بفتوحات تانية. لا يوش هلأ بيكون عم يمشي وعم يحكي حاله، أحسن له يهرب من قصره ببودين ويلجأ للفاتيكان ويروح يحمي حاله عند البابا. وأكيد نحن رح نحقق النصر اللي لسه ما اكتمله قريباً جداً. بس المهم بالموضوع، شلون بعدين رح نرتب أمورنا؟
وشلون مولاي؟ منجاوبك بعدين سينيور كريتي. مصطفى؟ أمي، محمد قال لي إنه بده يصير سرطان، صحيح هالحكي؟ هالحكي وين سمعته؟ اليوم هو قال لي إياه. هالحكي مو مزبوط أبداً، أخوك لساته صغير، شو بعرفه بهالأمور؟ قال أمه قالت له هيك، قالت له أنت بدك تصير سلطان. استوعب مني شو بدي أقول. أنت ابن السلطان الكبير، ولأنه أنت الكبير رح تستلم العرش. ابني مصطفى رح يصير سلطان مثل أبوه جده. يلا قوم هلأ روح بدل ثيابك. معقول اللي عم تساويه ويام؟ من هلأ عم تفهمه للولد إنه رح يكون السلطان؟ كوثر؟ صاير معك شي؟ ويام ما بقى فيني شوفها، هي بتعمل اللي بدها إياه ونحن قاعدين ومو طالع بإيدنا إشي يا سلطانة. بوس إيدك اسمح لي. لا ماني قادلة، فهمي رح نستنى، بجوز نكمش عليها شي شغلة. تفضل. شوف هاي الألوان اللي فيها اللي هون لازم نصلحها. نصوح أفندي صار بده يتعلم المصلحة. هلأ معلمنا شو مصلحته بالشغل مع هذا؟ الله يعطيكم العافية يا أفندية. أهلاً إبراهيم باشا. ليو خلصت الرسمة؟ شوي وبخلصها. حضرة الباشا؟ هالصورة رح تعجب مولاي؟ بظن إنها رح تعجبه، بس لا تستعجل لتورجي إياها، انتظر حتى تشوفه رايق. نصوح رحت على السوق وشفت شو أخبار البروش؟ بكرة بدي روح يا باشا، جوسيو أفندي قال لي بكرة بيخلص. منيح، تعال معي شوي. ورجيني شو. فيني أعرف شو هدول؟ يعني أنا عم أرسم الوش عدة رسمات وبعدين بختار واحد. فهمت عليك، بس إياك تتركون هيك مكشوفين، خبيهم واخفيهم بعد ما تخلص. طبعاً رح خبيهم. باشا
بصير انه انا ضل هون بالليل؟ ليش؟ لانه لازم اشتغل. بصير امنوا له شو ما بده. يلا نورهان، لا بقى تتركي الأولاد لوحدهم. كوثر كثير صايرة عم تخوفني، خايفة إنها تأذيهم. لا تاكلي هم، أنا من اليوم ورايح بنتبه، واليوم بعد ما بهدلتيها ما رح تسترجي تقرب منهم. ها صحيح منشان الصورة لسه ما خلصت؟ لا والله. ليش هالسؤال؟ ما بتصير فضولك؟ مو حابة تشوفيها؟ عم بيقولوا إنه رسام كتير موهوب ووسيم كمان. بكفي، روحي على شغلك. آخ يا ليو، وبعدين معك تعبتني. مين هو كريتي؟ ألوايس كريتي واحد كتير ذكي وطموح، هو ابن زعيم البندقية وناجح بتجارته وماسك كل التجارة اللي عنا هون، وعم يبني دكاكين وبيوت ببيرة اللي هي فوق جلطة، وعم يحكي لغتنا مثل لغته الأم، وعلاقته خارج وداخل السلالة الفرنجية واسعة كتير. سلطانة، صحيح هو ابن زعيم البندقية بس عم يشتغل بالتجارة هون، يعني يعتبر منبوذ من العيلة. ليش؟ شو ذنبه؟ صادقة فيكي تروحي. بالإذن يا باشا. سلطانة، ايه شو ذنبه؟ هو ابن مو شرعي، تاركينه بعيد عن عائلته، بس هو شخصية كتير مهمة. سألوا لمولاي السلطان رح تكمل شغلك اللي لسه ما انتهى مع ليوش؟ قال له طبعا رح كمل لأنه لسه ما أخذ بوليو. بتحبيني؟ كتير بحبك. الوايس كريتي دعانا نزوره ببيته، ومولاي السلطان رح يستجيب لهالدعوة. هو شخص كتير بيحب الحفلات وبيجود ضيوف كتير مهمين من كل أوروبا، والحفلات اللي بيعملن إياها بيضلوا الناس يحكوا فيها شهور وسنين. والله جد؟ يا ترى كيف بده يستقبلكم؟ بس نروح رح نشوف كيف بتصير الحفلات الفرنجية. الكريتي احتمال يكون جسر بيننا وبين الأوروبيين، وهيك بسهولة فينا نتقرب من الغرب، خاصة
إنه نحن لازم نكمل مشروعنا يلي بديناه. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. يا أهلين يا أهلين. يعطيك العافية. الله يعافيك. الله يعافيك يا أهلا وسهلا. شكرا لزيارتك، المحل محلك. بالسلامة بالسلامة. يلا بالإذن. يعطيك العافية جوسيو أفندي. أهلا وسهلا نصوح أفندي، نور المحل. أهلين فيك، كيف الشغل؟ والله هيك وهيك. هلأ إذا أنت عم تحكي هيك غيرك شو بدهم يقولوا يا جوسيو أفندي؟ بصراحة الشغل هون كويس، بس مشان ما تطير البركة بقول هيك. أها، حضرة إبراهيم باشا عم يسأل عن البروش اللي وصاكن عليه، خلصتوه؟ إيه خلصناه. طلع بروش كتير حلو، كتير رح يعجبها للسلطانة. لازم يعجبها وإلا ما رح تكون مبسوط. خير، شو مانك واثق بإبراهيم باشا؟ مو عيب عليك عم بتعدون؟ مو بإيدي، عادتي هيك، لو ملاقيهم بالطريق بعدون. ايه الحق معك. وين الطوق يلي وصيتك عليه؟ هو كمان جاهز. رح أضحي بالذهبات؟ لك الله يسامحك، لو كنت أنا من الناس اللي بيهتموا بالذهب هلأ كان عندي قصور حبيبي. خد لشوف. شكراً. شكراً لألك. يلا بخاطرك. بالسلامة يا فندي، بالسلامة. سيدي الملك العظيم، لسه أنا ما قدرت نفذ وعدي وانتقم، بس مثل ما نصحتني أنا عم استنى بصبر. في عندي خبر مهم، ابن زعيم البندقية ألواي سكريتي عم يحاول يعمل علاقات كتير متينة مع السلطان سليمان وإبراهيم باشا، ويمكن السلطان سليمان نام يوقع اتفاقية مع البندقية. عم يفكر يتجه نحو الغرب، قال هدفهم إكمال المشروع اللي لسه ما كملوا، بدهم يجوا لبودين. يا سيدي كون جاهز. صادقة؟ سلطانة اليوم الطقس حلو، بدي أقعد بالحديقة، جهزي لي القعدة فورا. سلطانة كوثر، روح قلي لهم يعملوا لي كاسة نعنع، معدتي عم تجعني كتير. رح قل لهم يعملوها وجيب لك اياها فورا. شو قلتي فارة؟ ادعسوا عدنا بلكان. انت شو قلتي؟ انا ما قلت، سلطان عيام قالت. وشك مثل الفارة. فارة لكان. تركيني شو عم تعملي؟ انا بوجهك الفارة شو بتعمل. روحي تقاوي على سلطان هيام، روحي تقاوي على غيرنا يا كوثر خانم. إبراهيم باشا؟ إيه؟ تعال شوف شو صار له. بعد شوي، هلأ لحنا مشغولين. إبراهيم باشا؟ أنا عم بأمرك هلأ أنا بتجي لعندي. مصطفى عم بيقلك بعد شوي. وينو الزواق؟
قل له يجي فورا، مولاي عم يستنى الاكل. يلا خير. السلطانة نهى الدوران بدها شي من هون؟ ايه صح، ما عدت عم توجع، على هيك غلولة شوية نعنا. ماشي، هلأ منغليلة فورا. يا الله، في شي تاني؟ لا، سلطانة بجناح السلطانة الأم، جيبوها لهونيك. على راسي. شوفي شبكي، معدتي عم توجعني شوي مولاتي. انت دايما متوترة وما عم تاكلي شي، انت كتير نحفاني. يلا كلي شوربة بتفيدك. محمد، اهلين بالبطل. تعب، أهلين بالبطل. تعا حبيبي، تعا تعا تعا. سلطانة إن شاء الله صحة وعافية. هويام بدك شي؟ لا أبداً، أنا بس أجيت شوفك وأطمن عليكي. تفضلي لهون، تعالي قعدي وكلي معنا. عفوك سلطانة. صادقة، انتي وين عقلك؟ انا رح اطلع لفوق، انتي ضبضبي هون وبعدين قلي لهم يجهزوا الحمام. انا بأمرك سلطانة. هاد قلن جيبوا لي واحد تاني. مصطفى حاجتك لعب، تعال كل. يلا كول يا مصطفى. مصطفى، عملت هيك لأنه مولاي أعطاني المعلقة إلي بالأول؟ ما في داعي تنزعج، أنا عبد عند مولاي وإنت ابنه، وبالنهاية أنا بخدمتكم أنتوا الاثنين. ولهيك ما بصير هالشي يا إبراهيم. إبراهيم، أنت كل يوم عم تقعد مع سلطان وعم تاكله، وبدل ما يناولني المعلقة عم يعطيك إياها.
تعالي شوي. منيح اللي اجيت يا نصوح افندي. انا كتير مبسوط لانه مشتقتي لي يا خانم. ما عندي وقت، كتبت له رسالة لعمي، وصل لي. ماشي ماشي، رح ابعتها فورا. صديقة خانم، بصراحة في شغلة بدي اعطيك اياها. كأنها ما عجبتك. حلوة كتير، شكرا. البسي، خليني اشوفه برقبتك الناعمة. مو هلا، خاف يشوفونا. مولاي هو اللي ساوى، ومبارح بالليل هدانية التوليب، قال هالوردة بترمز لسلالتكم. مبروك عليك. شكرا مولاتي. سلطانة غلولك نعنع مشان معدتك. خير سلطانة؟ مريضة شي؟ معدتها عم توجع شوي. سلامتك، لا تتركي حالك، لازم تشوفك الحكيمة. طيبة حبيبي، صحة وهنا.